هذا عمري يا موطن عزتي وفخري. طبعا انا جيت للامارات ولدبي بسنه 97 في رحله سياحيه تجاريه من اول، والحمد لله رب العالمين كانت الشق التجاري كان ناجح جدا طبعا بالاضافه للشق السياحي، واستطعت الحمد لله خلال الزياره الاولى اني اعمل شوي عمل. قررت على اساسه اني ابدا عملي في الامارات وافتح شركتي بال 1998. فتحت شركه تجاره عامه، وكنت يعني بستورد الاقمشه، الاحذيه، البلاويز، بوزعها بالجمله في الامارات هون. طبعا وشوي شوي اشتركت في مهرجان دبي للتسوق، وكنت أبيع. كان عندي أكشاك في شارع الرقة وشارع المرقبات وشارع السيف، وكنت أشتغل في الأشياء الهاند كرافت، مصنوعات يدوية، والحمد لله كان هالشي كنت موفق جدا الحمد لله رب العالمين. في سنة 2000 تماما كانت لي الفرصة، وبدعم من أحد الشخصيات الحكومية المعروفة في الإمارات اللي هو زار الكشك تبعي في شارع الرقة، وأعجب بالمنتجات اللي كانت موجودة عنا، وكان على أسرى زكاني لأني أقوم بتوريد لف دعمني طبعا وزكاني تزكية بشكل أني كان دخولي عالم تجهيز الفنادق. بدأت طبعا تجهيز الفنادق بسنة 2000 بفندق رويال ميراج طبعا، واستمريت بعد هالشي لفندق مدينة جميرة واللي كان من أكبر مشاريعي، وبعد ذلك فندق باب الشمس وفندق شنغريلا مسقط، وتتالت المشاريع. ابتديت في الفنادق طبعا ابتديت في التجارة، بس بسنة 2000 بديت بعالم الفنادق تماما. بعدين طبعا صرنا كنا في دبي وفي الإمارات، وبعدين صرنا نطلع لبرة الإمارات، اشتغلنا شنغريلا مسقط، وبعدين رحت لجيبوتي وعملت مع نخيل كامبينسكي فيس 1، وبعد سنة عملت كامبينسكي فيس 2. الحمد لله رب العالمين، يعني نفس الشركات اللي كانوا يشتغلوا معي ضلوا يشتغلوا معي ودعوني لعدة مشاريع تانية، والحمد لله رب العالمين استمر النجاح بشكل الحمد لله رب العالمين. نحن خلصنا أكثر من 55 فندق خمس نجوم، وأكثر من 10 فنادق 4 نجوم. كان الأخير لي فندق السيف في دبي لميراس، وكان فندق البيت في حكومة الشارقة للشروق، وطبعا الرينوويشن لفندق القصر في مدينة جميرة، بالإضافة طبعا للمجلس الخاص لسمو الشيخ محمد بن راشد في الشندقة، ومشاريع كثيرة كمان الحمد لله رب العالمين. نحن بنساوي تيرنكي بروجكت، فمثل ما بقولوا عنا في العربي تسليم على المفتاح، فكل شيء بعد ما يطلع الصبغ يخلصوا الصبغ نحن بندخل وننفذ كل شيء من الستاير للسجاد للمفروشات للإضاءة الشاندلير اندور
أودور يعني برا وجوا، فعنا المنتجات الخشبية، الحديدية، النحاسية، الريزن، وكل أنواع الأقمشة باختلاف أنواعها. طبعا عملنا نحن بيكون دائما، ما نحن ديزاينر، في شركة ديكور بتكون شركة ديكور عالمية متخصصة في الفنادق، نحن بنكون عملنا بعدهم، نحن بناخذ من عندهم السبيسيفيكيشنز والمواصفات يعني، ومنترجم هالمواصفات ومنساويها حية للديزاينر، نخلق لهم اياها، منساوي لهم اياها، منضبط لهم اياها بشكل ان الفندق يطلع ضمن المواصفات الديزاين شو الديزاينر والاونر بده اياها. فدائما عملنا نحن دائما سبيسيفيكيشن تجينا بملفات كبيره منترجمه، ومنشتغل ايد بايد مع الديزاينر والكلاينت لحتى نخلص المشروع ويكون مشروع ناجح. انا فرعي الوحيد في الامارات، في دبي. طبعا عندي عده فروع للعمل تبعي. الفرع الرئيسي في دبي، عندنا مصنع، وعندنا شركه عقاريه، وعندنا مطعمين للشركة الحمد لله رب العالمين، بالإضافة لمحلات في دبي مول ومدينة الجميرة وسوق البحار وبعض المحلات الخارجية كمان برا في أبوظبي والعين. أول شيء الموظفين اللي عندي معظمهم أو صار لهم زمان عندي، صار لهم فترة طويلة كتير عندي الموظفين. الشركة ولا الشركة؟ لا، مع ابتداء الشركة طبعا، بعد ما ابتدينا الشركة بعد 2000 كلهم اجوا بين 2000 ونحن طالعين. فمثلا اللي كانت سكرتيرتي هلا مديرة المكتب هي فلبينية، تقريبا 18 سنة موجودة معي. مدير المشروع المشاريع أحمد معي تقريبا 17 سنة، وطبعا في كتير ناس 15 سنة و14 سنة. بس جايبها من برا ولا لقيتها هنا في الإمارات؟ يعني في ناس تعاند فيها من سوريا ولا لا؟ كلهم الإمارات، كلهم الإمارات. طبعا جبنا مثلا لما فتحت المطاعم جبت ناس من سوريا مشان طالع الطعم السوري اللي نحن بدنا اياه، بس اجمالا لما فتحت المصنع كمان جبت بعض الناس من سوريا ومن الهند، بشكل اني انا اكمل العمل تبعي بشكل ان يكون العمل متكامل. بس الخبرات كانت في موجود هون، يعني معظم الناس كانوا موجودين، بعض الناس فقط. ولما بناخذ المشروع طبعا انا بحاول اسافر معظم السفرات اللي لازم اسافرها مشان اشيك على الجوده شخصيا، يعني بشرف طبعا انا بشيك شخصيا على التصنيع وعلى الجوده بشكل مستمر، بشكل اني اعرف كل شيء تماما وادار اي خطا اثناء التصنيع. الحمد لله رب العالمين. طبعا بعد هالشيء في عندي طاقم ناس موظفين مخلصين الحمد لله بيشتغلوا معي من فترة طويلة، بس فيهم ثقة كبيرة. كمان هن بيسافروا بيطلعوا بيكملوا الشغل اللي قمت فيه. بدي أنصح طبعا لكل إنسان عنده طموح أن يصير شيء وعنده أفكار جديدة في طبقة هون بكل أريحية وبكل سلاسة، لأنه الحكومة والدولة وشيوخ بيعطوا كل التسهيلات للأشخاص المتميزين. دبي هي مدينة التميز، متميز بكل شيء، قلب النابض. فإذا كان في أفكار متميزة، أفكار جديدة، هي دبي هو المكان الوحيد. ودبي المكان الوحيد يعني اللي ما ممكن تقعد فيه بمكانك، لازم تتجدد بشكل دائم. فالإنسان اللي ما عنده شيء جديد ما ممكن يستمر في دبي. فدبي دائما مدينة التجدد والحداثة والعلم، فأي شيء جديد لازم تكون إنسان على دراية فيه بشكل أنه هي واكب التطور الموجود دبي، لأنه سلسلة التطور الموجودة في دبي متسارعة جدا جدا، والمنافسة جدا قوية. لإثبات وجودك لازم تكون متميز عن كل هالناس هدول.
شو بدي اقول لك، انا عندي 6 اولاد طبعا. ساعدتك اكيد. اكيد انا كل اولادي ولدوا هون، اولادي طبعا كثير يعني بيتكلموا اللغه الاماراتيه او اللكنه الاماراتيه عفوا اكثر حتى من السوريه، لانه باعتبارهم على طول في المدارس لكنتهم هيك. الامان اللي شفناه هون طبعا ما نحكي عليه، لانه دبي معروفه بامانه، وطبعا الامان بشكل عام، ما نحكي عن احنا على الامان في الشارع ولا الامان. انا سيارتي كثير من الاحيان بتركها مفتوحه او بنساها، يعني اني انا بنسى اني اقفل السياره، ممكن يومين ارجع الاقيها مفتوحه، مستحيل حدا يفتح او ياخذ شيء ولا هي بغض النظر عن القوانين، بس اني صارمه في ثقافه شعبيه، في ثقافه من الناس متنوعه، صارت اني دبي غير، يعني الناس اللي بيجوا من مختلف الثقافات لهون ممكن هن ببلدهم يرموا اي وسخه من السياره او شيء، بس هون ممكن يساوي هالشيء، لانه هذا يعتبر فعل مو منيح، يعني لانه هو راح يعرفه. فدبي متميزه بكل شيء، بامانه، في استثماراتها، في حكامها، في قوانينها. اول شيء الشكر الجزيل لكل حكام الامارات اكيد، ولحكام دبي كمان بالذات، لانه هن اول ناس وقفوا لجنبي وساعدوني في عملي، وقدموا لي المساعدة النفسية واللوجستية بنقول كمان. وأنا طبعا أول مشروع من مشاريعي عملته طبعا كان لواحد من الشيوخ اللي بنعتز فيهم أكيد، اللي أعطاني ثقته وخلاني أعمل مشروع أنا أول مرة بعمله بحياتي، الحمد لله رب العالمين، والله يطول بعمرهم.